لا فريشو هذيك هذيك حاجه من هنا من بعد. كاين قبل ما نقولوا لا فريشو بغينا من هذا المنبر الا كان الميساج يوصل للشروطات ديالنا حنا مع التغيير، هذه اول حاجه شعارنا التغيير. حنا كاين واحد الفئه كثيره هنا ديال الناس هما اسر، ماشي غير اسر، كل اسره كتكون من اضعف حاجه واحد ربعه سته الناس. يعني هذا الشانط هذا اللي كتشوفوا فيه هنايا راه تقريبا واحد 27 اسره ولا شحال اللي خدامين. هاد الناس هادو الشغل الشاغل ديالهم وحياتهم، يعني ولاو في طبيعه الحياه ديالهم تقريبا اسماك. حيت هاد الناس الا بعدتيهم من الماء ولا هربتيهم من الخدمه ديال البحر غيضيعوا، ما كيعرفوا حتى شي حاجه من غير البحر. وكما قلت لك حنا ما كرهناش التغيير وما كرهناش السلطات ديالنا يتعاونوا معنا ونتعاونوا معاهم. حنا راهنا الاشاره غير كنطلبوا حنا بحاجه وحده، اشنا هي؟ غير اول حاجه المنتوج اللي حنا كنخدامين فيه حساس بزاف، يعني خاصو واحد العنايه كثيره، خاصو بزاف ديال الحوايج باش تبقى الجوده، باش الانسان ملي غادي يجي كونسومي داك الكليان يجي ياكل واحد المنتوج يجي ياكلو انت اصلا كتبيع ليه وانت مطمئن وما خايفش على السلعه واش فسدات ولا واش باقا، وانت داك الانسان كياكل وكيستافد. يعني غادي ياكل واحد الحاجه اللي هي كما قلت لك حنا ما كرهناش شي سوق نموذجي ولا شي موقع اللي جمعونا فيه ولا، وحنا معاهم بغاونا ناديو الواجب نعطيو شي حيت ما جاتش غادي يعطيونا موقع وهادي وحنا نخدموا ما غنخلصوش، ما يمكنش حيت العجله خصها الدور بينا حنا الاولين، يعني يديروا لنا واحد المهم داكشي الحل اللي غادي يرضيهم غير ما نكونوش حنا مقصين، ما نكونوش مهمشين. ونرجعوا للموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو خويا المناعة في البحر عندنا ديالنا. خصنا غير توعية وتحسيس، غير الشعب يعرف فوائد ديال فواكه البحر ويتعلم حتى هو كيفاش يكونسوميهم وكيفاش ياكلهم وكيفاش عاد فهمتي. وكو غادي تعم ان شاء الله فائده لا علينا لا على البلاد لا على كل شيء، وبحكم جايه واحد تجربه زوينه عندنا في المستقبل ديال كاس العالم. يعني راه المشروع هذا راه هو راه سياحه، راه غير دابا حنا هنايا احنا دايرين غير السياحه الداخليه، غير ما بين كازا برشيد حد سوالم كاينين الناس كتجي غير من هنايا شوفوا شحال واحد كياكل معانا باش يجي انسان ياكل لي زويترنا، يعني مول المازوط مول الحديد مول الطوموبيلات مول كذا راه انتو عارفين. عندنا خويا تقريبا كاينين واحد 8 ولا 9 الاشكال هادو ديال لي فرويد مير اللي معروفه حاليا، وتقريبا اللي معروف فيها بزاف دابا هما لي زويتر. يعني لي زويتر خداو واحد السمعه مزيانه حسنه عند الناس، حيت تقريبا دابا ولاو اطباء كاع كيقدروا ينصحوا الناس باش يحاولوا يتناولوا لي زويتر، بحكم انها كتمتاز تقريبا ب 12 فيتامين، من ضمنهم اليود المغنيسيوم فيتامين بي 3 فيتامين بي 13. يعني هذا المنتوج هذا في اول حاجه هو مزيان للصحه ديال الانسان، الصحه العامه فهمتي، يعني يقدر الظهر للسنسول العظام للشعر للبشره لكل شيء. يعني 12 فيتامين راه ما ساهلاش، وملي كتزيد تهرس ديك الملوحه ديالها بالسيترون اللي هو فيتامين سي، يعني كتولي كتاكل واحد المنتوج اللي هو طبيعي 100% و14 فيتامين راه شويه راه كومبريمي الا تعول عليها الداس تعودات عليها ديما و تقريبا الانواع اللي كاينين. كاين مثلا نبداو احنا من داكشي اللي معروف مثلا قمرون كروفي، يعني كروفي حتى هو محسوب مع لي فرويد مير. كاين الكخاب كنقول لها لاغيني، كاين كلامس كتجي من الشمال، يعني لا سورس ديالها هي طنجه. كاين لي زويتر كاينين جوج بلايص اللي كيجيو منهم، يعني كاينه ديال الوالديه كاينه ديال الداخله. الفرق اللي بيناتهم هو ماشي كثير، غير كاينه تقريبا ديال الوالديه كيكون الحجم ديالها شويه كبير وكتكون مالحه، ديال الداخله كيكون الحجم ديالها كبير وكتكون شويه مالحه، ديال الوالديه كيكون الحجم ديالها صغير وكتكون ناقصه من الملوحه، ولكن تقريبا زايده في النسبه ديال اليود على ديال الداخله. وهنا كيبقى الاختيار ديال الانسان، كل واحد شنو كيعجبو، واش الملوحيه واش الحجم، واش كاين ما كيقدرش يدوز كبيره كيدوز صغيره. واخا هي ان لي زويتر البياسه الصغيره يعني كتكون كومبريمي على الكبيره، قد ما كانت صغيره قد ما كتكون مجهده، يعني زايده في. و نورسان هذا منتوج محلي كاين في كازا تقريبا كاين في ممشيشي،
هذا واخد واحد السمعه خايبه، علاش؟ حيت ما كاينش عندنا شي واحد في البلاد اللي ما دقوش الشوك هو كان كيعوم، ولا خليه مع رجلو ولا نخليه، ولكن المنفعه ديالو والبيض اللي كاين فيه وديك لاشير ديالو راه بزاف، هو بزاف حتى هو راه فيه فيه بزاف. هي من ناحيه الاثمنه حاليا دابا تقريبا غنقدروا نقولوا بانها في متناول الجميع، حتى انها 8 دراهم مثلا بياسه هنا في دار بوعزه ولا في كازا، وهي اصلا لاسور جايه من الوالديه ولا من الداخله، يعني الكلفه ديال الترونسبور راه اللوجيستيك راكم عارفين الشعب المغربي، المازوت، المحروقات فين وصلت، يعني التكلفه ديال 8 دراهم راه هي في متناول الجميع. و 8 دراهم راه ماشي شي حاجه، يعني واحد الانسان غياكل واحد 4 بياسات ولا 5 بياسات راه مزيانه ليه، وفي السيمانه كاع يعني 40 درهم غيخسرها في السيمانه على السونتي ديالو على الصحه ديالو، مزيانه هذه راه فائده مزيانه. هذه بالنسبه لي هو راه جيت لعندو ب 8 دراهم راه ثمن مناسب، وبحكم التجربه ديالي انايا في المجال ديال البيع والشراء ديال حاليا دابا ولاو تقريبا جميع الفئات كيجيو، غير الناس اللي عندهم شويه المال كيقدر ياخذ 30 بياسه 40 بياسه، يقدر يجي 4 5 6 مرات في السيمانه. كاينين شي ناس اللي كتجي يوميا كاع دابا اللي اصلا عارفين الفوائد ديالهم مزيان، يقدر يجي يوميا، والناس الله يحسن العوان راك عارف ما في حالهمش، هذيك يقدر يجي مره في السيمانه في الويكاند 15 يوم يقدر يجي يضرب عندك دويره. المهم هي ولات في المتناول ديال الجميع. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.